نزاري يكين خثندين تن النظارة ذق السن يعذون يجاغي مزداغ ندشار مبوعرورو غذ فغن سجير ثغبار رومي وفين ثودرين انتسن عمار انتسوامان اوار نومي خسن ديس في بوخرارو ذي غزار ميمي غان غلغيش دي البنية التحتية يخسد قل إعادة النظار دي ملايا الطاس دي بوعرورو أذقل إعادة التهيئة أي ملايا مرة باش هذا فن الحل ملايا مستقبلا بالنسبه للسكان اللي جاوا متضررين انت ديبو عروج العدد مغار الطاس ما بين 50 الى 60 دارنا مضرورين ودفن خاص نوامان يحنزاني مزيان لي باياس الكوشيوف اقد جير تاريخ الله حسن عاون الانسان وتي ميخ بغيت صراحه حيت ديني بنادم غاز ديني بنادم مغاشه بنادم غا يجي شاميخ بغيت وغاس ميخ بغيت الطاس اي مزداغ بو عرورو تتارن زيد دولة ذا السلطان تندين تحي ما غدار انتيني في ثمشانتا وغاد السيزقن اي غزار يدين ظن يثو ذرين انسن من زيو حرن زقراجي وكورا مايو ثو نزار تفن يخفن سندير وستن ومعنا هذا مهندس كيقول لك انا مهندس عندي ديبلوم وجاء وسد الواد فصل الشتاء والامطار اللي جات السيول خرجت على السكينة ضيعت لها الممتلكات ديالهم والناس نباتوا في العراء وباتوا في الاخور نهار كامل وهما في نيتواي كيخدموا كيسيقوا الديور ديالهم اللي بلغت فيها المياه داخل البيوت ازيد من 40 سنتيم. هذا ماشي حل، حنا الحل الوحيد هو توسيع واد بوسردون ماشي في هذا الفصل هذا. اولا هذا دابا المطلب ديالنا هو غادي يحدوا من هذا الاخر، غادي يحيدوا الاطربه، يحيدوا دوك السدود التليه باش المياه الامطار غادي تدوز بسلاسه. بو عرورو غيجان زير الشوار يقضي من انتندين النظوار ويوسد خثمان ربحا مارتشيكا غيمز داغ النس نهني وهي تخيقن خميش شاث ونزار من زي غطاس انتخصورا يتمسارا دي ثودرين انسن ومنايا غيتجاثن اذفغن اذغو غن اخت صغار ثنسن حيما غتعذر الدولة يغزاري خاسن دي سفين مشايا راغي يتقن ربدا تميكن خاس المسؤولين من ثني تجان اذا شان سوس عقار ذا الحوكا لا يعقل هذا اللي كيبيع البلاد كيبيع. We'll be right back.